مساء الخير لكم جميعا وين ما كنتوا عم تحضرونا شو ما كنتوا عم تعملوا، المهم انه عم تشوفوا هلا تلفزيون سما بالحلقه ما قبل الاخيره من بلحظه بتربح بموسمه ثاني يلي عم نحاول نقضي معكم فيها سهرات يوم السبت بنهايه 2020 لحتى ندخل شوي من السعاده ونحاول نخلق شوي من الاجواء العائليه اللطيفه بهالامسيات وهالسهرات. ونقول لكم مبروك ربحتوا معنا جوائزنا المختلفه بهالمشوار. ما عم بكون لحالي، عم تكون معي صديقتي الجميلة آية دمشقي. مرحبا. مرحبا، مساء الخير عبد الله لك ومساء الخير لكم مشاهدينا ومن وين ما كنتوا عم تتابعونا. حلقة جديدة من بلحظة بتربح، حنسمع فيها أصوات جداد وحنتعرف فيها على أشخاص جداد، نقول لهم مبروك. وأكيد يعني مثل كل حلقة دائما هيك عم بيكون في جو من الفرح سببه أنتوا يلي هيك عم تضيفوا لنا يمكن هي الإضافات الجميلة بكل صحيح. حلقة والناس المهضومة اللي عم يطلعوا معنا، فإن شاء الله يا رب هالحلقة كمان هيك نحن بنكون فيها ضيوف خفاف عليكم وتكونوا هيك عم تقضوا سهرة لطيفة خفيفة مع الناس يلي بتحبوهم. طبعا لازم بداية نذكركم ونذكر كل حدا أكيد هيك انضم لنا عن جديد بأنه نحن موضوع الاشتراك معنا سهل كتير طبيعي، وهو موضوع بسيط جدا بكلفكم مسج واحدة أو أكثر إذا حبيتوا لحتى تزيدوا فرص ربحكم، ولكن مسج واحدة على 11-33 الرقم الرباعي من أي خط MTN تتضمن كلمة لحظة هي كافية لحتى تخلي اسمكم على الأقل موجود ضمن الصحبات اللي عم تقوم فيها المؤسسة العربية للإعلان لحتى نختار رقمكم ونقول لكم مبروك صرتوا معنا على الهواء. سؤالين سريعين مع مساعدات كثيرة وجائزتكم بتكون لكم، فإما عن طريق 11-33 وكل ما كثروا المسجات كل ما زادت فرصة الربح وفرصة ظهور اسمكم بالسحب، أو مسج واحدة لحتى تاخذوا من خلال لينك لعبة التحدي عند آية. عند آية دائما. طبعا أكيد لعبة التحدي كمان نفس الفكرة فيها، أنتم المفروض تجمعوا نقاط أكثر، وكل ما جمعتوا نقاط أكثر كل ما بتزيد فرصتكم بأنه تكونوا معنا على الهواء. اللعبة سهلة فيها عن جد تحدي لأنه رح يكون في معكم مشترك آخر لما تدخلوا للعبة. أول شيء كيف تدخلوا للعبة؟ طبعا هو الموضوع ببساطة بتبعتوا مسج على 11-33 بتتضمن كلمة بلحظة، بيوصلكم رابط أو لينك، بتضغطوا هذا الرابط وبياخذكم للعبة التحدي. حاولوا تجمعوا نقاط قد ما بتقدروا لانه يلي بجمع نقاط اكثر شيء كمان ممكن يكون يعني من صاحب الحظ يلي باخر حلقه من هذا الموسم بلحظه بتربح رح يربح معنا 10 مليون ليره سوريه. يس، مو الخميس الجاي اللي بعده 31 الشهر رح نكون معكم خلال ايضا حلقه خاصه من بلحظه بتربح وهي الحلقه النهائيه حلقه نهايه العام يلي رح يكون فيها يعني تغييرات خلينا نقول بالشكل وبالمضمون ما حنخبركم عنها هلا، ولكن استنوها لانه رح يكون فيها كثير مفاجات وحتكون فيها الجوائز اصلا مختلفه وكمياتها وحجم الجوائز رح يكون اكبر بالاضافه طبعا لل10 مليون يلي خبرتكم عنها آية. كل هذا الشيء عم بيستناكم بمسج وحده على 11-33 من اي خط MTN، ورح نبدا نشوف مين المتصلين اللي معنا بهي الحلقه بس بعد هذا الفاصل. اول اتصال معنا بحلقه اليوم من الشام، معنا حمزه. مساء الخير يا حمزه. تنوري، هلا، كيفك؟ طمنا عنك. تمام الحمد لله. شو الاخبار؟ شو عم تعمل بهالسهرة؟ تمام. شو قاعدين عم تعملوا؟ مين معك؟ مين حواليك؟ والله ما في حدا بالشغل. ما في حدا بالشغل. يلا يعطيك الف عافية، هي اجينا نحن لحتى نسليك وبنفس الوقت هيك نربحك ان شاء الله معنا. ان شاء الله. اوكي يا حمزة. حمزة نحن موضوعنا بسيط، هو نحن حنقول لك ثلاث أسئلة هيك حيكونوا يعني معلومات عامة ومن بعدها حننتقل للعبة بنشوف شو هي وانت وحظك، ان شاء الله هيك الموضوع يكون سهل. اول شيء انت بالشغل في تلفزيون عم تحضرنا او لا؟ لا والله ما في. اوكي بس يعني سمعنا منيح، اهم شيء انك عم تسمعنا منيح صح؟ منيح. يلا هلا سمعنا منيح وركز بالاسئلة اللي حيسألك ياهن عبد الله لتكون معنا اول الرابحين بحلقة اليوم. يلا جاهز؟ جاهز يا حمزة؟ جاهز. يلا هيك طاقة يا حمزة. حمزة أنت شو بتشتغل بس أولا كونك بالشغل هلا فعندك شفت مسائي يبدو، شو بتشتغل حضرتك؟ عم بشتغل مكتب سيارات عامل يعني بيع شريات. عامل بمكتب. أوكي يا حمزة يعطيك ألف عافية وراح نروح نحن وياك كل المشاهدين وآية وكل الأشخاص اللي معنا بالاستوديو لأول سؤال بحلقة اليوم. صح أم غلط؟ التحدث يومياً عبر الهاتف لأكثر من ساعة بأول النظر. ما بعرف مين مخترع هاي المعلومة بس أوكي، صح ولا غلط هذا الحكي يا حمزة؟ غلط. أكيد غلط.
اكيد غلط. ماشي يلا السؤال الثاني، العمله الرسميه لكوريا الشماليه هي الون، صح ولا غلط؟ صح. صح، برافو يا حمزه. واخر سؤال، يعرف مرض الفلاريا بمرض داء الفيل. يعني ممكن ايه ما اوكي السؤال بعيده مره ثانيه، مرض داء الفيل المعروف اللي بيعمل تضخم بالاطراف عند البشر المصابين فيه، مرض داء الفيل يعرف اسمه طبيا بمرض الفلاريا، صح ولا غلط؟ صح. صح، برافو عليك. واخر سؤال معنا، او هي فعليا اخر لعبه باتصالنا معك يا حمزه، لعبه الصور. انت ما عم تشوفنا اليوم حاليا على التلفزيون، ولكن الموضوع سهل فينا. ما لحقت اوصل على البيت. ما يهمك، ما في مشكله، فينا نحل الموضوع بكثير اريحيه وبساطه. نحن والمشاهدين شايفين على الشاشه صوره لآله حاسبه، كالكوليتر يعني. اوكي، فبدنا منك يا حمزه تعطيني ثلاث كلمات او ثلاث امور، مفردات يعني، شغلات بيخطروا على بالك اول ما نقول آله حاسبه، مرتبطين بالآله الحاسبه. اعطيني ثلاث كلمات مرتبطين بآله الحاسبه. يس. ايه حسابات. اوكي صح. ضرب تقسيم. هي هعتبرهم مع بعض وحده، انه عمليات حسابيه. خليني اقول، اعطيني شغله ثانيه. ناقص. لا هدول وحده، اعطينا شغله ناقص. ناقص. لا شغله ثانيه. شغله بعيدا عن الزرار. كيفك انت والرياضيات؟ الله مو منيح. اعطيني اي مصطلح مرق معك بالمدرسه ايام الرياضيات، اي درس. هي الاله الحاسبه اللي عم نشوفها هلا اله حاسبه علميه اصلا، اللي هي اللي بيستخدموها طلاب الهندسات، فهي بتعمل عمليات حسابيه لسه اكثر من الضرب والتقسيم. طب ليش مصعبه انت؟ لا انا بالعكس. وين بنحط الاله الحاسبه مثلا؟ اوكي اذا بدك. صحيح قديش كثير رحت للمضبوط. ايه مخي الهندسي راح لهونيك دغري. اوكي، وين بنستخدم الاله الحاسبه؟ وين بتكون موجوده مثلا؟ وين بنحطها؟ على شو؟ على طاولة أكيد يعني. يعني مكتب. مكتب مثلاً. يلا أوكي مبروك يا حمزة، مبروك. يا حمزة بدنا نقول لك ألف مبروك، ربحت معنا 50,000 مقدمة من قناة سما، وبالإضافة لست عطورات مقدمة من أبناء عدنان الغبرة. ألف مبروك لك يا حمزة، ويعطيك ألف عافية بشغلك اليوم. هنروح لحلب. صار معنا من حلب عبد المعطي. مرحبا يا عبود. عبد المعطي عم تسمعني؟ ما عم تسمعني. عبد المعطي، مرحبا يا عبد المعطي. يا بسمعك. أهلا وسهلا. كيفك يا عبد المعطي؟ عرفي الحمد لله. تمام، انا بدي منك بس تعلي صوتك شوي صغيرة كرمال اقدر اسمعك بوضوح اكثر، ونحكي وندردش انا وياك وناخذ ونعطي. عبد المعطي انت عم تحضرنا من حلب صح؟ انا عم بسمعك. ايه بس اذا بتعلي صوتك شوي بنكون عم نسمعك اكثر واحسن. عم تسمعني هيك؟ يعني عم بسمعك هيك ماشي الحال. اذا لسه في اعلى كمان انا جاهز، انت كريم وانا بستاهل. ماشي يلا. عبد المعطي انت ومين عم تحضرنا اول شيء؟ شايفني على سما؟ شايفك. انا والعيله كلها. يا سلام. انت والعيله كلها، سلاماتنا للعيله كلياتنا. انا وآية عم نعمل لكم باي على الكاميرا. اهلا وسهلا فيك يا عبد المعطي. مين في اشخاص جنب منك العيله؟ مين في يعني، هي زوجتك والاولاد ولا الوالد والوالده؟ زوجتي والاولاد كلياتنا. الله يخلي لك اياهم يا رب. شو عملتوا يا عبد المعطي بهالعطله اللي مرقت هالجمعه والسبت؟ شو عملتوا؟ لا بس انا وزوجتي والاولاد. ايه خلصنا من هذا السؤال، هلا اعطاك سؤال ثاني يا عبد الله. قال لك شو عملتوا بالعطله؟ انا ما سمعت هذا الجواب اساسا. هلا وينك بهالبلد؟ عبد المعطي ما عادش تعدلي شو عملتوا لانه ما عم بسمعك انا بشكل صحيح. والله اخذت المره كسرتها، رحنا شوي على القلعه. ايوه وين رحتوا كسرتوا؟ بالقلعه كنا. بالقلعه اوكي. كل اهالينا بحلب لما نحكي معهم بيخبرونا انه ايه القلعه مكان اساسي للزيارات والمشاوير والهيك،
فان شاء الله دائما مجموعين احنا لازم نطلع الالعاب انا وايه كل حلقه يا جماعه كل حلقه بنوعدكم نطلع على حلب والله العظيم ناويين يعني فان شاء الله هيك الله بيسعدكم يا عبد المعطي وخليكم لبعض وكل جمعه بتعملوا كسدوره بقرنه مختلفه وبتقضوا اوقات هيك عائليه كل العمر مع بعض ايه رح تكون معك بعد ثواني قليله لحتى تبلش تسالك اسئلتنا اليوم كرمال جاوب عليهم وتربح جائزتك يلا يا عبد المعطي حاسألك أول شيء ثلاث أسئلة هيك معلومات عامة خلينا نقول ومن بعدها رح ننتقل للعبة لنشوف شو حظك رح يكون بهاي اللعبة خلينا نروح لأول سؤال فيلم هي فوضى هو من بطولة منى شلبي صح ولا خطأ؟ صح ولا خطأ؟ هي فوضى هذا الفيلم هو بطولته منى شلبي إجابة صحيحة نروح للسؤال اللي بعده اسمع هالسؤال قالت تحمل البعوضة برأسها 100 عين صغيرة مركبة صح ولا خطأ؟ عاد ليش جواب مرة تانية؟ صح ولا خطأ؟ خطأ لا انت شو قلت هو قال اوكي انا اسفة انا ما سمعتك اول شيء عم يقولولي بالكنترول انك انت قلت اول مرة صح فاجابتك صحيحة عيدي لا تغير يا عبد عيدي لا تغير يلا السؤال اللي بعده مسلسل العبابيد هو من بطولة أسعد فضة صح ولا خطأ؟ عبد المعطي صح صح إجابة صحيحة شو هالعبد المعطي هاد والله غير شكل يلا خلينا القلعة كسدورة القلعة هيك كلها صار كسدورة القلعة أوكي تمام أنا معك حنروح هلا لآخر لعبة معنا شوف عبد المعطي نحن هلا في عنا أكثر من كلمة هدول إذا جمعناهم مع بعض بشكل غنية شو هنن الكلمات؟ نية شوية اصبر على نويالك أنت بس نويالك أو ناويلك أو ناويلك أو والله في هيك في هيك ماشي أنا بغنيها حسب ما بعرف أوكي يلا شو هي الغنية؟ مارق معك كلمات هيك سمعان شي غنية فيها هيك كلمات يلا بدنا حدا مو قلت لي العائلة كلها حواليك لازم يساعدوك بركي هلا شوي ومنبلش نسمع مع بعض مقطع منها لحتى بركي تحذره ناويلك على نية لك واضحة كتير ناويلك على نية ناويلك على نية بس انت اصبر شوية هي يلا مبروك يا عبد المعطي الله يبارك عمرك على نية سمعونا سمعونا بس دفقوا 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 اختيارك الغنية؟ بالله مو اختيارك؟ بلا. مو انت مغني؟ يا جماعة نحن صرنا هيك بالقناة بنعرف مود عبد الله لما نسمع غنية اوكي هي عبد الله حنرجع لمشاكلنا المهنية انا وآية بس بدي خبر عبد المعطي بالاول انه كمان ربح معنا 50,000 ليرة سورية مقدمين من سما وست عطورات مقدمين من ابناء عدنان الغبره شو الاغنيه مو عاجبينك لا لا حلوين بس دائما يعني غير المألوف يعني غير أوكي. اللي بس مميز حلو. انا منش انا انت انا يا جماعه قلت له شيء شفته هو عم يعمل مشكله اوكي حاسه تحت الهواء معنا اتصال جديد كسر يلا نروح لعن نزير نزير صح اوكي نزير من دير الزور مساء الخير يا نزير يا نزير نزير ايوه الو كيفك اهلا وسهلا اهلا فيك اول شيء اول طلب قبل ما نسالك عن اي شيء بس وطي لنا صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون معلش ايوه معك يلا ممتاز طيب يا نزير شو اخبارك طمنا عنك كيف كانت العطله الحمد لله شيف الحمد لله كويس الحمد لله رب العالمين الحمد لله انت من دير الزور عم تحضرنا صح ايوه حلو كتير كيف اهالينا بدير الزور كيف الحمد لله كلهم كويسين كيف الطقس عندكم سالنا الطقس طقس شتوي والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله اوكي يا نزير مين حواليك مين معك عم يحضرنا والله حوالي زوجتي وعيالي كمان حلو الله يخلي لك اياهم يا رب عم تحضرونا اي والله حلو شايفيننا يعني هذا الموضوع اي والله ايه اوكي كثير ليه زعلان طيب لا ما بالعكس ماني زعلان والله اوكي يا نزير خجول خجول نزير خجول يلا يا نزير نزير حنروح مع عبد الله هلا يسالك ثلاث اسئله هيك ركز فيهم شوي حيكونوا معلومات عامه ومن بعدها ننتقل لنشوف شو حيكون حظك وشو اللعبه اللي رح تطلع لك جاهز
يلا جاهزين. يلا نزير ما بدنا خجل خلاص. انا راحت آية انا وياك شباب على بعض بقى هلا ما بدنا خجل. ماشي لحد عليك. اوكي يا نزير اول سؤال راح يكون لك. يمتلك الحصان 32 زوج من الصبغيات اللي هي الكروموزومات. يعني الحصان عنده 32 زوج من الصبغيات صح ولا غلط؟ شو بتقول صح ولا غلط؟ هن هدول اكثر من تبعات الانسان بظن هيك. اوكي صح صح. اوكي الحصان عنده 32 زوج من الصبغيات مزبوط. سقراط نرجع بقى هيك قبل التاريخ على اليونان. سقراط كان استاذ افلاطون. افلاطون التلمز على ايد سقراط صح ولا غلط؟ سقراط هو استاذ لافلاطون. صح صح برافو عليك. واخر سؤال سهل اخر سؤال. الخبز والحبوب والرز والمعكرونه هن مصدر جيد للنشويات صح ولا غلط؟ صح صح برافو عليك. واخر سؤال او اخر لعبه. اوكي هلا انا حذر شو رح نعمل انا وياك. رح ندردش انا وياك مع بعض. رح اسالك 10 اسئله تمام مو معلومات عامه. خلصنا معلومات عامه رح نفتح هيك حديث حوار انا وياك. حاسالك 10 اسئله فيك تجاوبني عليهم هدول الاسئله باي طريقه بدك اياهم باي جواب بدك اياه. المهم انك ما تجاوب لا بكلمه ايه ولا بكلمه لا. كلمه ايه او كلمه لا رح يخسروك اللعبه. اوكي اوكي يا نزير. ايه يلا بس هي الاي هي اخر مره بنستخدمها الاي تمام. يعني هلا من هي الثانيه ما عاد نقول اي. اوكي اوكي يلا نزير اول سؤال. عندك فيسبوك؟ ايوه. اها طيب لحظه ايه تفضلي. يلا نزير حذاش وحنعمل حنجرب نحن حورجيك كيف. هلا حنلعب هي اللعبه. حيسالني عبد الله الاسئله وانا حجاوبه ماشي. انا ما رح اقول له لا ايه ولا رح اقول له لا. شو ما سالني تمام اي سؤال بيسالني اياه لا ايه لا 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 نعم لا 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 يس ولا نو. هدول ما تستخدمهم ابدا. اوكي يلا اعطينا سؤال عبد الله. حاسال سؤال لايك شوف كيف ممكن ترد علي. مثلا بقول له لايا عندك فيسبوك؟ اكيد. اوكي شفت ما قلت له ايه ولا. نحاول نرتفع السؤال دون ما نقول ايه او لا. هي هي بلش يا نزير انا وياك هلا. بلش يلا. بتصدق انه وسائل التواصل الاجتماعي بتتجسس على معلوماتك؟ بس نكون سريعين يا نزير. بتصدق؟ فيك تقلي بصدق مثلا وفيك ما تقلي شيء ما عم تعمل هلا. صدق نزير بس علي صوتك شوي لو سمحت كرمال اسمعك. بتصدق انه لا لا نزير ليه هيك عم تعمل بدون كلمه لا. كلمه ايه ولا بدك تحاول اي جواب يطلع منك انك تلغي منه كلمه ايه ولا تمام. نكون سريعين يا نزير رح نعيد انا وياك على السريع. بتصدق انه وسائل السوشيال ميديا عم تتجسس على معلوماتك؟ ما بصدق. ممكن عملت بلوك لحدا شي مره؟ نزير في وقت نزير ماشي. شو ما بصدق ما عملت. اوكي على اي اساس بتقبل طلبات الصداقه من اشخاص غرباء؟ ما بصدق. لا لا نزير عم بيقول ما بصدق عاد مرتي. لا نزير لا 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 نزير 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 لحظه شوي لحظه شوي نزير. انت ما فيك على كل جواب تقول لي ما بصدق. يعني مثلا اذا عملت بلوك لحدا وقلت لي ما بصدق الجواب مو من جنس السؤال ما له علاقه فيه. نحاول انا وياك نفتح عم ندردش مع بعض بس انه ما نقول ايه او لا بسياق الاجوبه. عيد السؤال ما فهمته. عيد يلا اوكي يلا حنعيد. علقت لشي حدا مره وندمت عملت له كومنت وندمت؟ لا ايه ما ايه هي اساس طيب حنكمل يا نزير بقيان 5 اسئله بدك ما تقلي ايه او لا ماشي يا نزير. نزير هي من اسهل العاب البرنامج بس حاول اي جواب يخطر لك تقوله اذا كان فيه ايه او لا تغيره لجواب ثاني. بتحب الصفحات الكوميديه على فيسبوك؟ ما بتحب صح؟ ما بحب لا. ايوه اوكي يلا. مشترك بجروبات بيع وشراء على فيسبوك؟ اكيد اكيد. فكرت تعمل قناه على يوتيوب؟ ما فكرت شكلك بالموضوع صح؟ ما فكرت لا. اوكي شكرا يا آية. اعطيني اسم موقع تواصل اجتماعي تستخدمه.
اسم موقع من المواقع. انت عندك واتساب اكيد ما عندك واتساب؟ ما عندي. لا هو انت حزين شو بفكر هذا السؤال من الاسئله انت يعني عم تحاول تساعدني ولكن عم تنزع الامور اكثر. طيب اخر سؤال يا نذير، قررت شي مره تعتزل مواقع التواصل الاجتماعي؟ نذير نحن هي اللعبه حنعتبر انه ما مرقت بحياتنا، حنعتبر انه ما طلع هيك شيء على التلفزيون من قبل، تمام؟ انساها. حقلك مبدئيا مبروك، لنشوف شو جائزتك بعد ما يشغلوا لنا الميوزك، بس ناخذ نفس. يلا اوكي. يا نذير كنا حابين نربحك يعني جوائز أكثر، بس بنقول لك مبروك، ربحت معنا 6 عطورات مقدمة من أبناء عدنان الغبرة. ألف مبروك لك يا نذير، وسلام لعائلتك الجميلة. ونحن أكيد لسه مكملين مكملين معكم نحن أكيد بباقي الاتصالات لنشوف لمين بدنا نقول مبروك كمان، لكن من بعد هذا الفاصل. من بعد الفاصل رجعنا لحتى نكمل معكم مشوار بلحظة بتربح لليوم، ونتعرف أكثر على مشتركين جداد، ونشوف شو رح يربحوا معنا من جوائز مختلفة بحلقة اليوم ما قبل الأخيرة. لسه عندنا حلقة للكريسماس وحلقة نهاية السنة، يوم رأس السنة بدي الكل يحاول يكون يشارك فيها، لأنه حتكون حلقة مميزة بشكلها اللي ما حنقول عنه هلا، وحتى بجوائزها. فحاولوا تكثفوا مسجاتكم على 11:33 بالأسبوعين الباقيانين. صار معنا اتصال جديد، حمزة من حمص. مرحبا يا حمزة. أهلا بخير، كيفك يا حمزة؟ في ميتور مرق من جنبك يا حمزة، دير بالك يا حمزة. تمام الحمد لله تمام. إيه أنت بالطريق يا حمزة؟ والله بالمحل. يعطيك ألف عافية يا حمزة، هيك الله يرزقك ويقويك يا رب. الله يعافيك أستاذ عبد الله. حبيب قلبي، عم تشوفنا اليوم عم تستحضرنا على سما؟ مقطوع الكهرباء والله. مقطوع الكهرباء عم يمرق ميتور، والله الوضع هيك يعني بيوتر. تمام الأمور بخير. حمزة في حدا جنب منك بالمحل؟ في مثلا في انا واخي صديقنا. انت واخوك. اخوك حلو صديقكم، سلم لنا. الله يخليكم لبعض. طرنيب فاتينا ولا شو الترتيب؟ لا ما بتزبط. متي وانجيلي طرنيب وطلع بثلاثة. بلا ما تسألش. لا انا راجعت نفسي والله في اللعبة ثلاثة بعرفها يعني اللعبة. اوكي يا صديق. بافرة استاذ عبد الله. اوكي صعبينها شوي، بس اللعبة اليوم صعبة شوي اليوم اللعبة. اوكي جاهز لحتى تربح معنا اليوم ونشوف آية شو رح تسألك؟ ان شاء الله. آية صارت معك. يلا يا حمزة. حمزة انت ركز معنا هيك على التليفون منيح، ونحن اكيد هيك حنساعدك لنشوف شو هي اسئلتك. خلينا نروح للسؤال الاول. شو بيقول السؤال الاول؟ بيقول البحر الميت اخفض نقطه على سطح الكره الارضيه، صح ولا خطا؟ صح، اجابه صحيحه بكل ثقه، برافو حمزه. يلي بعده، السؤال اللي بعده بيقول يعتبر المحيط المتجمد الشمالي اصغر محيط بين المحيطات الخمسه، صح ولا خطا؟ كمان صح. برافو. شو الحمزة. يلا السؤال اللي بعده بيقول يوجد برج إيفل الشهير بمدينة نيويورك، صح ولا خطأ؟ باريس. يا عيني. أوكي طيب حمزة، يعني من يعني للأسف إنه هو الموضوع بده تلفزيون، بس نحن حنحاول نمشي هاي اللعبة اللي طلعت لك بدون تلفزيون. أنت ركز شوي يعني سمعت التليفون كتير منيح. حنشوف مع بعض نحن والمشاهدين، وأنت رح تسمع مشهد من أحد المسلسلات ومنسمعه مع بعض معك، ومنرجع لحتى نسألك عنه. أهم شيء ضلك مركز بكل تفصيل رح تسمعه، لأنه رح نسألك عن هذا التفصيل. فجاهز نسمعه؟ جاهز. يلا خلينا نشوف. معناه فريق، فريق رح يدافع عن المرمى اللي هو راس النبال، والفريق الثاني رح يهاجم على المرمى اللي هو كمان راس. شيخ البطيخ، يلا صافي البداية. انت حارس المرمى، انت يا رجل اقصوي تعال العب معي. حمزه
حمزة بيان معك شيء، شو هو المسلسل؟ الولادي الله الله. طب لحظة بدي اسألك سؤال ثاني. لا لا تفضلي. شو اسم شخصية باسم ياخر؟ أبو نيبال شيخ الوادي. أنا عندي سؤال ثالث لحظة. شو كان لابس عابة فهد؟ على هيك أنا كثير تعجيز الموضوع. لا حمزة لا لا مالك معقول. عم يخطط شو عم يخطط؟ ما فهمت. تذكرته للمشهد؟ تذكرته ولا لا؟ بجامعة الرياضة عابد فهد شو كان لابس؟ لا 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 ما كان لا كنت عم بمزح. أنا كنت عم بتغلط حتى، ما كنت عم بمزح بصراحة يعني، لأنه أنا شفتك إنه عم تعرف تجاوب على كل شيء اسم الله لحالك، لأنه صعب عليك الموضوع. طقم رسمي أكثر الأيام طقمه الأسود حقق رؤوف. خلاص حمزة خلاص، هذاك أصلا سؤال يعني كني ما سألتك، يعني أنا كنت هيك عم بس عم شوف قديش فيك تعرف معنا يعني معلومات، لأنه يخزي العين حمزة ما وقفت عند ولا سؤال ولا لعبة، كل إجاباتك كانت صح. فيعني شكرا لك أم حمزة، بدي أقول لك مبروك، ربحت معنا كمان 50,000 ليرة سورية مقدمين من تلفزيون سما، وكمان 6 عطورات مقدمين من أبناء عدنان الغبرة. سلمنا على الجميع يلي عندك بالمحل ورايحين حتى ناخد اتصال جديد. أوكي رح مين معنا؟ ختام من الهدئية. مساء الخير يا ختام. ألو مرحبا، كيفك يا ختام؟ ألو يا هلا، كيفك شو أخبارك؟ نحن سمعانينك كثير منيح، انت عم تسمعيني؟ ايوه سامعك. ايه خلص تمام. اهلا حبيبتي. يا اهلا. شو هالختام هيك؟ ختام رسيك صوتك كثير رايق وشكلك هيك حدا رايق جدا، فيسعد اوقاتك اول شيء. يسعد اوقاتك يا رب. اوكي عم تتابعينا او فاتحه التلفزيون؟ ايه تابعتكم حبيبتي. ممتاز يا حبيبتي انت. طيب يا ختام مين حواليكي؟ مين معك؟ والله حوالي ابني وزوجي. يا سلام، سلمي لنا عليهم كثير. ابنك كبير ولا صغير؟ منورين. ابني محامي. محامي، الله يخلي لك اياه ومنسلم عليك. يا رب تسلمي يا رب. اوكي يا ختام، نحن هلا حنسالك كم سؤال سهلين ان شاء الله بيكونوا، حتى نقول لك مبروك فورا. جاهزه؟ جميله يا رب تسلمي حبيبتي. يا ما اروقك قلبي يا مدام ختام، ممكن نجي نشرب عندكم فنجان قهوه؟ كثير حاسك جيران. ايه ايه اهلا وسهلا، بتشرفوا يا حبيبة قلبي. يلا معناتها رح نساعدك أنا وآية قدر الإمكان بالأسئلة، واضح إنه أنت ما بدك مساعدة، يعني واضح إنه رح تجاوبي على كل شيء بشكل صحيح. يلا يلا ثلاث أسئلة سريعين، لعبة صغيرة بعد منهم، وحقول لك مبروك يا مدام ختام. تطل مصر على المحيط الأطلسي، صح ولا غلط؟ ما فهمت. تطل مصر على المحيط الأطلسي، واجهتها البحرية على المحيط الأطلسي، صح ولا غلط؟ لا غلط يا عيني عليكي. الفنان فارس كرم هو لبناني، صح ولا غلط؟ كرم؟ ايه فايز كرم. فارس لا. كرم فارس كرم. ايه لبناني. ايه صح. يلا فيتامين سي موجود بكثره بالليمون، صح ولا غلط؟ ايه طبعا. ايه طبعا. والله سهلين كثير طلعوا الاسئله، حتى يعني حتى الحظ بالكمبيوتر كان متوصي فيكي. طيب يا مدام ختام، هات بقى اللعبه جوك وترتيبك بقى، هيك مدام وسيده صالون وبتعرفي بالامثال، وفلانه قالت وفلانه عملت. عم نشوف على الشاشة مجموعة من الرموز التعبيرية أو الإيموجيز اللي بنستخدمهم بفيسبوك بإنستغرام وغيرها من هاي وسائل التواصل الاجتماعي. أيوة. على الموبايل. أيوة. هدول الصور والرموز مع بعضهم بشكله واحد من الأمثال اللي بنستخدمهم كتير بحياتنا، والمثل هذا اللي عم نشوفه هو مثل باللغة الفصحى، خلينا نقول مقولة باللغة الفصحى أكثر منها مثل شعبي، يعني هي المثل اللي عم نشوفه باللغة الفصحى. أيوة. شو عم بتشوفي؟ شو بتتوقع يكون هي المقولة أو هي الحكمة؟ خليني أقول لحتى أنا كمان ساعدك من عندي. هي لك للأمانة شوي صعبة، فأنت أيوة. إيه فأنت يعني ساعديني لساعدك، قولي لي شو عم بتشوفي حتى ساعدك أنا كمان. العيون لشو ترمز مثلاً؟ إيه. للحسد. يعني مثلاً أوكي. أو في ناس بتضلها هيك وراكي لتعرف شو عم تعمل. همان. أوه. يخز العين. يلا. يا ختام
شاء الله يعني نقول لك مبروك، ربحتي معنا 50,000 مقدمة من حطوا القهوة على النار. مبروك وحطوا الدولة على النار. وبالإضافة لست عطورات مقدمة من أبناء عدنان الغبرة. ألف مبروك لك يا ختام. مشكورين كثير، مشكورين كثير حبيبتي، كثير مشكورين، منورين منورين الشات كثير. شكرا كثير لك يا ختام، شكرا كثير لك. يلا خليكم عم تتابعونا لآخر الحلقة. أنا معطيكم على فنجان القهوة ها؟ خلاص ان شاء الله. والله وعد صار عندنا طلعه على حلب وطلعه على لاذقيه، ناخذ تور باص وطلع على المحافظات بس نخلص البرنامج. اوكي يا ميت، اهلا وسهلا. يلا باي باي يا ختام. باي باي. باي باي حبيبي. باي باي. الله معك. وصار معنا فرج. مرحبا يا فرج. فرج من حمص. فرج عم تسمعني يا فرج؟ فرج من حمص يبدو في مشكلة بالاتصال، أو فرج لسه ما علق الخط معه بشكل صحيح. طيب بهالأسئلة بما نشوف إذا فرج حيرجع، حنحاول طبعا نتواصل معه بعد شوي كرمال ما يروح الاتصال، لأنه هو كان له حظ أنه يظهر اسمه ورقمه بالسحب. رح نحكي سريعا عن طريقة الاشتراك، مثل فرج، مثل مدام ختام وحمزة وغيره من المشتركين اللي كانوا معنا، واللي هي مسج على 11:33 فوز. انتبهتي ان تذكرت الاسماء كلياتهم؟ اوه لا لحظه. هلا انا صفحت الموضوع عم حسيتنا والله برافو عليه متحسن. اوكي برافو. لا عن جد ما انتبهت. هلا انتبهت خطير. فكل الاشخاص اللي حابين يشتركوا معنا فيهم يبعثوا مسج على 11:33 من حي لخط MTN، تتضمن كلمه بلحظه، وهي المسج كل ما زادوا عددهم كل ما زادت فرصه وجودكم معنا بالحلقه. من نصيبك تحكي عن لعبة التحدي مرة. أوكي ما في مشكلة، بنحكي عن لعبة التحدي. طبعا ما عليكم غير أنه تبعتوا مسج مثل ما قال عبدالله على 11:33 من أي خط MTN، بيوصلكم رابط بتضغطوا عليه وبتنتقلوا للعبة التحدي. حيكون في معكم متنافس تتنافسوا أنتوا وياه، ومن بعدها بتجمعوا نقاط، وكل ما جمعتوا نقاط أكثر كل ما زادت فرصتكم لتكونوا معنا بالحلقات القادمة، وإن شاء الله تكونوا أيضا من أصحاب يعني الحظ اللي رح يكونوا معنا بآخر حلقة بحلقة رأس السنة اللي رح يكون جائزتهم 10,000,000 ليرة سورية. صحيح. وفرج رجع لحتى يكون معنا بعد هيك هالتذكير السريع بآلية الاشتراك. مرحبا يا فرج. أهلين سألين. كيفك؟ شو الأخبار؟ أهلين تمام. فرج أنت عندك علم إنه اسمك صار يعني كتير منتشر ومتداول بشكل واسع بالفترة الأخيرة بعد الهيبة، عندك علم بالموضوع ما؟ والله يعني أوكي. شكلك ممتابع. شكلك ممتابع. بس يعني اسمك يا فرج كان مستخدم جدا بالهيبة بالجزء الأخير، وكان الناس كلها عم تتداول الموضوع وتحكي فيه. ما علينا. فرج منين عم تحضرنا؟ عم تحضرنا من حمص صح؟ من حمص. نعم يا من حمص. انتم مين عم تتابعنا؟ والله انا والاستاذ ابراهيم. الاستاذ ابراهيم. الاستاذ ابراهيم سلم لنا عليك. مرحبا يا استاذ ابراهيم، حضرتك صديقه اخوه، شو بتكونوا لبعض؟ هلا يسعد مساكم يا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا استاذ ابراهيم. يلا ساعده ساعده اليوم فرج كرمال كمان يكون رابح معنا. تفضل شلك. اوكي في حدا كمان حابب يسلم علينا بالتليفون؟ والله ما في غير نحن اثنين. يلا اوكي. طيب يا فرج ويا ابراهيم، اي راح تكون معكم هلا لحتى تسالكم مجموعه من الاسئله وتجاوبوا عليها وتربحوا جائزتكم ان شاء الله. اوكي فرج، اول شيء انت يعني مشغل تلفزيون عم تتابعنا او لا؟ لا 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 والله ما عم. لا طيب يلا ما في مشكله، ركز معنا منيح على التليفون وخلينا نبدا باول سؤال يا فرج. اوكي يا السؤال الأول بيقول، صح ولا خطأ تقع ليبيا غرب جمهورية مصر العربية؟ صح ولا خطأ؟ صح صح. إجابة صحيحة. ننتقل للسؤال اللي بعده، تقع الهند على البحر المتوسط، صح ولا خطأ؟ خطأ خطأ. صح. أوكي إجابة صحيحة. السؤال يلي بعده، دولة مالي ليس لها حدود مع ليبيا، صح ولا خطأ؟ مالي لا، دولة مالي ليس لها حدود مع ليبيا، صح ولا خطأ؟ لا لا حدود. لا لا طب تعال نفكر، دولة مالي ليس لها حدود مع ليبيا، ما لها حدود. ما لها حدود. ما لها ما لها حدود. معناها الإجابة صحيحة صح؟ نعم. يلا السؤال اللي بعده، شو هذا بيل؟ بيل. طيب يلا يا فرج، أنت ما عم تتابع على التلفزيون بس نحن والمشاهدين هلا عم نشوف مع بعض صورة لبيل، تعرفوا البيل؟ البيل ايه تمام. بدي تقلي ثلاث شغلات مرتبطة بالبيل، اللي ثلاث أمور مرتبطة فيه لحتى نقلك مبروك. يلا. نعم. البطارية. البطارية برافو. كمان الكهرباء. شو كمان؟ البيل. اللمبة. ما عرفت.
اللمبة. اللمبة. اوكي كمان اعطيني شغله ثالثه. البلورة تركب عادي. الله. خبرة أبيال. فرج خبرة أبيال. برافو عليك. مبروك. فرج ألف مبروك. يعني انت من اسرع الاشخاص اللي بيجاوبوا على موضوع الصوره، فيبدو انه موضوع البيل وقطع الكهرباء اللي بيصير فبخلي فيه خبره، فبخلي فيه خبره عن الموضوع. اوكي يعني فرج هو سكر بوشنا بس جائزته لساتها محفوظه ما تغير شيء. فرج بدي اقول لك كمان الف مبروك. اذا يعني حتعرف مع الوقت انه ربحت 50,000 ليره سوريه، حيتواصلوا طبعا معك بعد فتره قليله كرمال يحددوا لك موعد لاستلام، موعد ومكان لاستلام جائزتك الماليه اللي هي مثل ما قلت لك 50,000 مقدمين من سما. أنا وآية عم نستناكم من بعد هالفاصل لحتى نكمل بجوائزنا ومشتركينا. مرة جديدة مساء الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا، ولسه مكملين معكم ومكملين لنشوف مين الفائزين اللي رح يكونوا معنا لسه لنهاية الحلقة. حلوة هيك نغمناها. فأكيد حنروح لحما. هالحلقة ما رحنا لحما. اوكي صار معنا عمر من حما. مرحبا يا عمر. تحمست انا، خليك يا عمر. عمر عم تسمعني؟ عمر يبدو كمان انه رح يكون معنا بعد ثواني قليله لحتى يكون معنا بالحلقه. رح نرجع نتواصل معه كمان لحتى ما تروح عليه فرصه الاشتراك في معلومة بالبرنامج. ما أنا بقولها بكل حلقة. إنه أنا عرفتها. هات لاختبر ذاكرتك. إنه الأشخاص اللي ربحوا معنا هالمرة فيهم يرجعوا يشاركوا وفيهم يربحوا مرة ثانية. ظهور اسمهم بالسحب. هاي معلومتي يا جماعة. هذا لا يعني إنه ما راح يظهر اسمهم بالسحب مرة ثانية، فإذا ربحتوا مرة فيكم تربحوا مرة ثانية. هي أول مرة بقولها لهي المعلومة على فكرة. أول مرة بتمروا على لساني بهذا البرنامج بعد كم منيحة من الحلقات. فنحن كان بانتظار عمر لحتى يكون معنا، واليوم نوجه تحية أصلا عمر صار معنا. مرحبا يا عمر. بعد ثواني قليلة لحتى يكون معنا في ال هذا انت؟ هذا صوتي؟ انا هيك صوتي بيطلع على التلفزيون يا جماعة. مرحبا يا عمر. استاذ معك استاذ. مرحبا حبيبي، كيفك شو الأخبار؟ استاذ تمام الحمد لله، أنت كيفك شو أخبارك؟ تمام ماشي الحال. بدي منك بس تعلي لي صوتك شوية صغيرة كرمال أسمعك بوضوح وتسمعني من التليفون مو من التلفزيون. شوفني على التلفزيون، مبسوط إنه عندك كهرباء وشايفنا، بس أنا بدي إياك تشوفني على التلفزيون ولكن تسمعني من الموبايل. استاذ عيوني معك وعقلي معك. الله. يا عمري وانا قلبي معك يا عمر. ما شاء الله. شان الرومانس بقى يكمل وانا قلبي معك بقى. عمر بدي لك معلومه سريعه، اليوم اللي تواصلوا معك من الكنترول كمان الشاب كان اسمه عمر، زميلنا عمر الشريف موجود بالكنترول، فيعني عمر حكى مع عمر اليوم، بدي اقول مرحبا لعمر يعطيك العافيه. وعمر ما نكسرت معنا على الهواء، فبدي اقول لك كمان يعني حظ هيك، بدي اتمنى لك حظ منيح كرمال تربح مع آية وأسئلتها. بس سريعا بدي أعرف أنت ومين عم تتابعنا اليوم. سمعنا صوتك أستاذ. يا حبيب قلبي أنا انبسطت إنه تعرفت عليك وسمعت صوتك، ولسه حانبسط أكثر بس تربح جائزتك. جاهز؟ ربي يخليك أستاذ. والله أنا رح أسألك الأسئلة، أنا ما طلع لي ولا مجاملة من هالمجاملات هي كلها. موضوعك عندي. ليك الأسئلة شو حلو، وليك الميك اب شو حلو. آية كمان أمورة من اللوج اليوم. يلا يا عمر جاهز نبلش؟ أنا جاهز وقت كنت جاهزة. لا لا عمر بده يربح، بس لحظه شوي عمر لازم يربح الدبلوماسية اللي هو عم يتمتع فيها يعني. شو هاد يا عمر فظيع. طيب يا عمر يلا ركز معي، خلينا نبلش باول سؤال. اوكي انت عم تحضرنا اول شيء على التلفزيون صح؟ نعم عم تحضرنا على التلفزيون صح؟ لك صح بلا كيف عم نسمع. ايه خلص تمام. يلا خلينا نروح للسؤال الاول يلي بيقول، من هو الشاعر يلي كتب قصيده الاطلال يلي غنتها ام كلثوم؟ ابراهيم ناجي، احمد رامي، ولا احمد كامل؟ يلا يا عمر جاهز. يا عمر انا ما بدي ضمي، ما بدنا نسمع، وطي صوت التلفزيون على الاخر واسمعنا من التليفون ارجوك. عمر وين رحت يا عمر؟ يا عمر يا عمر في وقت. لا عمر كان عم بسمعنا من التليفون قبل شوي. لكن النت عندكم شكله بطيء، جوجل ما عم يساعدك. ايه عمر عمر من هو الشاعر الذي كتب قصيده الاطلال التي غنتها ام كلثوم؟ هو هلا وصل لعند السؤال، انا صايره قايل السؤال صار لي نص ساعه. السؤال طيب عمر اذا بتريد
بس اسمعني قبل السؤال. بس وطي صوت التلفزيون على الآخر. وطي لحتى نقدر هيك يعني نسألك سؤال وتجاوبنا بنفس الوقت. ماشي؟ يلا يا عمر بسرعة. يلا هرجع أسألك السؤال وبدي جواب هلأ حالا وسريعا وفورا. مين هو الشاعر يلي كتب قصيدة الأطلال يلي غنتها أم كلثوم؟ إبراهيم ناجي، أحمد رامي ولا أحمد كامل؟ الجواب عطيني إياه. يلا. أحمد رامي؟ لا، إبراهيم ناجي ولا أحمد كامل؟ شوف أنا معك. إبراهيم ناجي ولا أحمد كامل؟ إبراهيم ناجي. أنت يلا إجابة صحيحة. يس الحمد لله. سؤال يلي بعده. كم عدد الثقوب بآلة الناي الموسيقية؟ آلة الناي الموسيقية كم عدد الثقوب فيها؟ 10، 7 ولا 15؟ الأسئلة لا مو صعبة. لا مبدئيا مو 15، إنه مستحيل يصعب 15. 10 ولا 7؟ رقم صغير كان ما يسع عنا يعني. 7. مين شو؟ 7. 7 إجابة صحيحة. نروح للسؤال يلي بعده. أين يقام مهرجان بيبلس الدولي عادة؟ باليونان، بالأردن ولا بلبنان؟ حاد سهل. ببلد هيك قريب علينا كتير. بلبنان أنت؟ بلبنان إجابة صحيحة. يلا يا عمر. عمر بتتذكر لعبة الأحرف؟ إنسان حيوان جماد. إيه كنا نلعبها نحن صغار. إنسان حيوان جماد نبات. يا سلام. هي اللعبة هيك حتكون. والحرف اللي طلع لك هو حرف الشين. تمام؟ أعطيني جماد أوله حرف شين. حرف شين. شين؟ لا شين. أنا ما عم بقرط. شين. إيه. جماد أوله حرف الشين. شاحن. شاحن. برافو. أوكي. طب بلاد آخر حرف الشين. شين. لا لا نفسه نفس الحرف. نفسه نفس الحرف. اعطيني بلاد اخره حرف الشين. اخره حرف اوكي انا ماشي. هو شين شين بس اوكي خلينا على الشين. يلا بلاد اخره حرف الشين. بلاد اخره حرف الشين. شوفي بلاد اخره حرف الشين. بن اولا بن بنان. لا اولا بن. بس انت كملها. رايك صعبه هي بس يعني انت اكيد حتتذكر. هي ما في غيرها يعني لانه ما في غيرها مبينه يعني. بنك واحده فريده من نوعها. عمر يا عمر يا انت. طب ليك تعال نترك البلاد لاخر شيء. نروح للسؤال اللي بعده. اعطيني اسم اوله حرف الشين. اسم يعني ذكر او انثى. اسم علم. اسم علم. علم؟ ايه اسم يعني اسم. لا مو علم يعني اسم. اسم اسم شاب او صبيه اوله حرف اوله حرف الشين. قلت لك انا شادي. قلت لي شادي. والله انا اسفه ما سمعت بس ما حق. لا لا ما نو نو ما خلصنا. طول بالك هنرجع للبلاد. بلاد اخر حرف الشين. في مدينه بالمغرب كمان يا عمر. مرا. مرا. بنغلا. بنغلاديش. بنغلاديش صح صح. يس بس كنت بدي اقولها بس. مبروك مبروك عمر. ويا عمر يمكن انت اخر متصل معنا بحلقه اليوم. بدي اقول لك مبروك ربحت معنا 6 عطورات مقدمين من ابناء عدنان الغبرة. الف مبروك لك يا عمر وان شاء الله هيك دائما نتصل فيك وتربح ويكون حظ الحلو مرافقك بكل ايام حياتك. نحن لسه معنا وقت لاتصال جديد او كيف؟ لا ما عدل معنا اتصالات واكيد نحن حنكون معكم الاسبوع الجاي مع اشخاص جداد وباخر حلقات يعني هي السنه. ان شاء الله يا رب من هون لاخر السنه ايامكم تكون حلوه تكون هيك تحمل معها عن جد فرح وخير وسعاده رغم انه العيد يعني جاي بظروف صحيح. صعبه من كل النواحي. صحيح. موضوع صحيح. كورونا موضوع الوضع المعيشي يمكن يلي عم نعيشه كسوريين لكن بضل هيك عنا من جوا هذا الرغبه بانه نحن ننبسط ونحتفل ولو باقل التفاصيل. تماما وهيك تلفزيون سما راح يكون مرافقكم بفتره الاحتفالات والاعياد القادمه لحتى يحاول يدخل باللي بنقدر عليه اكبر قدر ممكن من السعاده والفرح لأي
ايامكم لبيوتكم الاسبوع الجاي. رح نلتقي معكم يومين، يوم السبت اللي هو حيكون بعد الميلاد مباشره، ينعاد عليكم بالخير، ويوم الخميس رح يكون يوم راس السنه. ويوم راس السنه مثل ما قلت لكم انا وآية رح نكون معكم بسهره مميزه نوعا ما لحتى نحاول نربح عدد كبير من المشتركين وجوائز كبيره ومختلفه عن جوائزنا الحاليه. من هون الاسبوع الجاي تبقوا بألف خير، نرجع نشوفكم بصحه وسلام يا رب. سلام، باي باي. Bye bye. Bye bye.